عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي بصحة جيدة. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة. اليوم غادي نشارك معكم الشيفلور أو القرنبيط طريقة جديدة وجديدة، أتمنى ينال الإعجاب ديالكم. تابعوا معي الفيديو إلى الأخير باش تشوفوا الطريقة والمكونات. أول حاجة غادي ناخدو الشيفلور أو القرنبيط اللي غادي نزولو هذوك الأوراق الخضراء، وغادي نقطعو كيف ما هنا كتلاحظوا معايا قطع صغيرة، ومن بعد غادي نغسلو بالماء والخل مزيان حتى كنزول ليه دوك الشوائب ديالو والأطربة اللي فيه. من بعد غادي نسلقو. فهاد الوصفه كتجي لذيذه وغتعجب حتى وليداتكم، وما غاديش يحسوا بالمذاق ابدا ديال الشيفلور، يعني غيجيهم بحال الكراتان ديال البطاطا. من بعد ما غنغسلو جيدا من الاطربه والشوائب اللي فيه بالماء والخل، غادي نوضع ماء مغلى، وغادي نوضع القليل من الملح، وغادي نوضع هاد الشيفلور على نار اللي غتكون هادئه حتى كيتسلق جيدا. وهنا غادي نحضر معكم حشوه لذيذه اللي غتزيد لهاد الطبق يعني واحد اللذه، والحشوه كتبقى اختياري على حساب الرغبه وعلى حساب المتوفر عندكم. فهنا خديت جزره يعني مبشوره، وخديت بصله كذلك، وعندي هنا كمية لا بأس بها من الدجاج، يعني تقدروا ديروا اللحم المفروم أو الطون يعني على حساب الرغبة وعلى حساب المتوفر عندكم. وخديت ربعة ديال البطاطات قطعتهم قطع صغيرة، يعني بما أن الأطفال كيبغيو البطاطا فأنا ضفتها لهاد الحشوة. خديت هنا مقلاة وضعت فيها البصل والقليل من الزيت والملح، نوضع التوابل تدريجيا. غنوضع الإبزار، التوابل تحميرة، سكنجبير، الخرقوم، وغادي نوضع على نار هادئة حتى كتقلى لينا هاد البصل، وغادي نضيفو قطع ديال الدجاج وكذلك جزرة مبشورة. يعني الحشوة فكتبقى اختيارية على حساب الرغبة وعلى حساب المتوفر عندكم. غنضيف الجزر وغادي نقلي هاد المكونات على نار اللي غتكون هادئة. من بعد ما كيتسلق الشيفلور يعني تسلق جيدا حتى كيصبح على هذا الشكل، وغادي نوضعو في هذا الاناء اللي غادي نطحنو في الخلاط بالخلاط الكهربائي. فإلا توفر عندكم الخلاط الكهربائي فغديرو كل شيء هاد المكونات في الخلاط الكهربائي وغيطحن لكم بسرعه. فهنا غادي نستعن انا فقط بالخلاط الكهربائي اليدوي. غادي نوضع الشيفلور في هذا الاناء وغادي نضيف ليه بيضتين. فبالنسبه للبيض فهو كيبقى على حساب الكميه ديال الشيفلور اللي درتو، الا درتو يعني كميه اقل من هذه غديروا بيضه فقط، الا درتو يعني شيفلوره كامله او حبه ديال الشيفلوره كامله فغديروا بيضتين. فهنا غادي نضيف من بعد ما طحنت الشيفلور مع بيضتين، غادي نضيف ليه جوج معالق كبار من الدقيق الابيض والملح والابزار. غادي ناخذ هنا واحد الاناء ديال الفرن اللي غادي نوضع فيه في الطبقه الاولى هذا الشيفلور اللي طحنت مع البيض، غادي نحاول نبسطوه كطبقه اولى هذا الكراتان او هذا الاكله اللذيذه. بعد ما بسطت يعني الطبقه ديال الشيفلور في الاناء ديال الفرن، غادي نضيف الحشوة اللي حضرت معكم من قبل، فهي حشوة لذيذة وكتبقى اختيار على اختيارية على حسب الرغبة ديالكم على حسب المتوفر ديالكم. غادي نحاول نوزعها على سطح ديال هاد الشيفلور، كتجي لذيذة وسهلة بسيطة.
يعني جربت هاد الشيفلور بهاد الطريقة، يعني الوليدات ديالي حماقوا عليه وعجبهم، جربوه لوليداتكم كيبقى صحي وكذلك لذيذ. كنبسط الحشوة ديال الدجاج والجزر، وضفت يعني البطاطا اللي سبق سلقتها من قبل، يعني البطاطا حتى هي كتبقى اختيارية، فأنا ضفتها فقط لأن الوليدات ديالي كيبغيو البطاطا. وغادي نوضع الجبن يعني الخاص بالبيتزا، غديروا اي جبن يعني متوفر عندكم او كيعجبكم. وغادي ندخلوا الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى كيتحمر لينا هاد الجبن، لان المكونات من قبل حنا طيبينهم او موجدينهم. ونقدموا الطبق ديالنا ان شاء الله بالصحة والراحة. جربوه راه كيجي رائع ولذيذ وصحي في نفس الوقت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معكم، كيجي رائع ولذيذ وصحي في نفس الوقت. هنا غادي نقطع معكم قطعة باش تشوفوا كيفاش كيجي بالجبن، كيجي من اروع ما يكون ولذيذ. جربوه كطبق للغداء او العشاء فهو صحي والاهم انه لذيذ. اتمنى ينال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم، ما تنساوش تخيو اعجاب للفيديو وتعليق محفز للفيديو. ولا كنتو اول مره كتزوروا القناه فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وشكرا على المتابعه، والى الملتقى في فيديو اخر في امان الله.